أهلا بكم. بينما نودع عاما ونستقبل عاما جديدا، تتزاحم التصريحات والتعليقات الصادرة من مسؤولين في مجالي الصحة والسياسة بشأن أنجع السبل لمكافحة وباء كورونا والكيفية التي يمكن لعالمنا أن يعود فيها إلى طبيعته، وللناس أن يعودوا لحياتهم المألوفة قبل الجائحة. ومع بدء كثير من الدول تقديم لقاحات متعددة بعد اعتمادها بشكل طارئ، تبقى هناك تساؤلات كثيرة بشأن الحد الذي يمكن أن نحققه في مجال احتواء الفيروس عام 2021. أرحب بضيفي من ولاية ميشيغان الأمريكية الدكتور علي فطوم، الباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات والأمصال للأمراض الفيروسية والبكتيرية، والأستاذ في جامعة ميشيغان. دكتور فطوم مساء الخير، كل عام وانت بخير، مرحبا بك معنا في حلقة الليلة من مواجهة. سنة صعبة كانت على الجميع، فيروس كورونا كان الشغل الشاغل للكل خلال هذا العام. الربع الأخير من هذه السنة حمل يعني أخبار سارة، أخبار مطمئنة إلى حد ما. هل يمكن القول اليوم أنه الأسوأ بالنسبة لهذا الوباء بات خلفنا، وأنه نهاية النفق ربما باتت قريبة؟ شكرا أخي على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير وجميع الأهالي. فبالنسبة للسنة كانت سنة صعبة جدا، يعني من بداية كما ظهر كنا في نوع من عدم التركيز، لا نعرف بالضبط ماذا لدينا، لا نعرف كثيرا كيف نتعامل مع هذا الفيروس. وأيضا لاحظنا أنه اشتباك السياسي بالصحة وإلى آخره، كل هذه الأمور أدت بنهاية الأمر إلى نوع من البلبلة على مدى أشهر. الشيء المنيح الذي حصل لنا أن كان هناك تركيز من ناحية العلماء والأخصائيين على التركيز على طريقة الخروج من هذا المأزق عن طريق تطوير مناعة مكتسبة ضده. وبالتالي كان هنالك هذا التركيز أو هذا الخط كان ماشي بسرعة جيدة، وبتنسيق ما بين المؤسسات الصحية وأيضا وخصوصا الـ FDA التي تخطت وتعاملت مع هذا المجال بطريقة تقصير وتكثيف الفترة الزمنية. وهي لأول مرة تحصل، يعني حصلت سابقا مع الـ H1N1 في 2009، ولكن هنا كان كل شيء جديد. إذن بنهاية السنة مع ظهور النتائج، وهي نتائج كانت غير متوقعة، نتائج هائلة بالمعنى الإيجابي 90 و95، والآن سينوفاك 80%، كل هذه تشير إلى أن تضافر العلم وتضافر المؤسسات الصحية مع بعض باستطاعتها أن تواجه هذا الوباء. وهذا ما نراه اليوم في وجود أكثر من لقاح على الساحة. نعم، سنتحدث عن هذه اللقاحات دكتور علي، ولكن يعني قبل ذلك الناس تتساءل متى سنعود إلى حياتنا الطبيعية كما عرفناها قبل هذا الوباء. قبل قليل اليوم كان هناك تصريح لافت للدكتور أنثوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي أصبح يعني مرجعية بالنسبة للكثيرين منا فيما يتعلق بهذا الوباء. الدكتور فاوتشي يقول: أتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية من خلال اللقاحات تكفي لعودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية بحلول خريف 2021. ما رأيك دكتور علي؟ يعني تحدث الدكتور فاوتشي عن خريف 2021 قد تبدأ الأمور إلى العودة إلى طبيعتها، نتحدث عن حوالي يعني 8 أشهر من الآن أو 7 أشهر أو 9 أشهر، شيء من هذا القبيل. هل هذا برأيك يعني بالنظر إلى ما يجري بالنسبة للقاحات قد يكون تاريخا معقولا أو مقبولا من وجهة نظر علمية؟ نعم، توني فاوتشي معروف أنه هو المرجعية في العالم لقضايا من هذا النوع، من أيام الـ HIV لأيام الـ H1N1 الإنفلونزا الخنازير. توني يعرف بالضبط ما يحصل، لأنه كان بالبداية كنا متوقعين يكون عندنا ترخيص اللقاح وإعطاء اللقاح للناس بصورة سريعة جدا، وكنا نتوقع أن يكون 20 مليون شخص مثلا بنهاية ديسمبر. إحنا اليوم آخر يوم في ديسمبر،
والأعداد لا تشير أننا قريبين جدا، قريبين بأي لا شكل بعد من كتير الشرق. دكتور علي، لأنه الهدف كان 20 مليون بنهاية ديسمبر كما تفضلت، اليوم 2.8 مليون أمريكي فقط تلقوا هذا التطعيم. نعم. يعني الهدف بعيد ما زال بشكل كبير. نعم. إذا ما بين التوقعات والأمل وما يحصل على الساحة من، هذا طبعا مرتبط أيضا بالوضع السياسي العام في الولايات المتحدة من ناحية عدم الثقة المتواجدة ما بين المستوى الفيدرالي والمستوى الولايات المختلفة. ولكن طبعا إن ننظر إلى هذه الصورة نرى أننا في أول الطريق، وأن الطريق ليست سهلة، وأن لا يمكن أن نصل إلى هذا العدد من الناس بصورة سريعة. إذا لذلك كان ما توقعه توني فاوتشي في المرحلة السابقة أنه في أبريل ماي راح يكون عندنا هذا النوع من المناعة وممكن نرجع، لأن نتحدث على الخريف. إذا هنالك أشياء أخرى موجودة على الساحة، نأمل أن تكون التغير السياسي الذي سيحدث سيعطينا هذه الإمكانية. قضية الأخرى هي قضية أنه مدى إنتاج مثل هذه اللقاحات. أنا صحيح. كنا متفائلين جدا بالنسبة للإنتاج، ولكن هذا الإنتاج طبعا لسه موجودين في المراحل الأولى ولا نستطيع أن نجيب على كل الاحتياجات. صح. طبعا هناك الكثير من المشاكل اللوجستية دكتور علي كما تعلم جيدا، المرتبطة بهذا الموضوع، مسألة التوزيع، التخزين، كل هذه الأمور. اللافت أنه كثير من الولايات الأمريكية وصلها اللقاح، ولكن مع ذلك يعني ما زالت أعداد الناس الذين يتلقون هذا اللقاح يعني منخفضة نسبيا. دعني أسألك عن اللقاحات، لأنه اليوم صار في عنا أعداد لا بأس بها، نتحدث عن 6، 7، أو 8 لقاحات أصبحت متوفرة في الأسواق من شركات معروفة. اليوم الصين أيضا أجازت سينوفارم اللقاح الصيني المعروف. ما يعنينا بالنسبة للقاحات هو مسألتين، المسألة الأولى فعالية هذا اللقاح، والمسألة الثانية درجة الأمان يعني الموجودة في هذا اللقاح. هل ما هو متوفر اليوم من لقاحات تنطبق عليه معايير الفاعلية والأمان؟ من ناحية الأمان لا يوجد أي مشكلة بالنسبة لفايزر وبالنسبة لموديرنا وأيضا بالنسبة لأسترازينيكا حتى الآن. هذول الثلاث من لا يوجد لدينا مشاكل بالنسبة للأعراض الجانبية، كلها كانت محلية وكانت عابرة لمدة 2 أو 3 أيام. بالنسبة لساينوباك أتوقع أن السلامة كانت جيدة، لا نعرف بالضبط تفاصيل هذه السلامة، ولكن نعتقد أنه إذا وصل إلى درجة الترخيص من قبل مؤسسات رقابية ممكن نقول انه كمان جيد، انه كل العوارض كانت اعراض جانبية قليلة ومختفية خلال 24-48 ساعة. اذا بهذا المجال، مجال السلامة، جميع هذه اللقاحات التي نعرف عنها هي سليمة ولا تؤدي الى اي نوع من الحالات المرضية الصعبة التي يمكن ان نشير اليها. إذا السلامة واردة. من ناحية النجاعة أيضا، إذا لاحظنا أن النجاعة موجودة بشكل ممتاز عند في فايزر وموديرنا، وأيضا 80% بالنسبة لساينوفاك كمان شيء ممتاز، وبالنسبة لأسترازينيكا هنالك مشاكل تقنية معينة بالنسبة للمرحلة الثالثة، ولكن الآن قد رخصت في الولاية في بريطانيا، وأيضا رخصت بطريقة مختلفة لجرعة واحدة، تستطيع هذه الجرعة أن تعطيك التغطية وأن تأخذ الجرعة الثانية بعد 3 أشهر. إذا طيب. تغير الوضع بالنسبة لأسترازينيكا. إذا هذا النوع من النجاعة الكبيرة الموجودة الآن هي نجاعة ممتازة، ليس فقط من أجل منع الإصابة، في حال أن شخص لديه المناعة وأصيب بالفيروس تكون إصابته خفيفة جدا مقارنة مع أولئك الذين لم يأخذوا اللقاح. طبعا نحن نتحدث عادة في بالنسبة للفعالية أو النجاعة، أي شيء أكثر من 50-60% بالنسبة للقاحات هذا يعتبر يعني نسبة مقبولة من النجاعة. يعني ما هو أسوأ شيء ممكن يحدث إذا أخذ الإنسان هذه اللقاحات؟ إذا كانت السلامة تقريبا يعني شبه مضمونة، وإذا كانت الفاعلية
في حدود بين 80 إلى 95%. ما هو أسوأ شيء ممكن يحصل للشخص إذا أخذ هذه اللقاحات؟ أسوأ شيء اللي يحصل إنه يكون عنده وجع في كتفه خلال اليومين 3 أيام بعد الحقنة الثانية. هذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يشار إليه. بينما الخطورة هائلة بالنسبة لمثل هذا المرض، وأن نكون محصنين ضد هذا المرض شيء مهم جدا. إذن لا يوجد قضية سلامة بالنسبة لأي من هذه اللقاحات، ولا يمكن أن نتوقع شيء كبير أو شيء يحصل. بالنسبة للمدى البعيد، نحن لدينا الآن مدى ما بين 2 إلى 4 أشهر بالنسبة للقاحات المختلفة. لم يكن هنالك عوارض أو أحداث تحدثت لهؤلاء لمدة 3 إلى 4 أشهر الأخيرة منذ أخذ اللقاح. لم يوجد هنالك أي نوع مشكلة مرتبطة باللقاح وبالمناعة التي اكتسبت. إذا المناعة المكتسبة هي مناعة محصنة وليست مناعة تزيد المرض، هي تمنع الإصابة، وإذا أصبت تكون الإصابة خفيفة جدا لا تؤثر على الشخص. يعني أفهم من كلامك دكتور علي أنه لا يوجد سبب لعدم أخذ اللقاح، يعني أسوأ شيء ممكن يحصل أنه ما يكون اللقاح فاعل بما فيه الكفاية، أو تصيب الإنسان هذه الأعراض الخفيفة التي أشرت عليها. أنت برأيك يعني لو وزننا بين مسألة أخذ اللقاح وعدم أخذ اللقاح، أنت تقول خذ اللقاح فورا مش هيك؟ نعم، أنا موقف مش بس يعني موقف كل الناس الموجودين في الصحة، إذا بتسمع كل الأطباء اليوم، كل الناس المتخصصين، لا يعني عملية التردد هي نابعة من عدم الفهم، وأيضا من بعض الأشياء الأخرى من نسبة لترهات بعض الناس وبعض التنظيمات. ولكن بصورة عامة اللقاحات والأمراض المختلفة هي أفضل ما توصلت إليه الإنسانية خلال العقود الأخيرة. إذن بدون هذه اللقاحات لم يكن شكل الحياة على هذه الأرض تكون مختلفة، وقد استطعنا القضاء على أمراض مختلفة من شلل الأطفال إلى تقريبا أكثر من 99% قضاء عليه. الجدري، كل هذه الأمراض قضي عليها ولا غير موجودة. إذن اللقاحات هي إنتاء أو هي اختراع وابتكار إنساني هو أساسي لصحة الإنسان، كما أننا لا نفكر كثيرا في الذهاب وأخذ أطفالنا للتلقيح في العيادات عندما يكونوا أطفالا. فهذا يجب أن ينطبق على الجميع الآن، أن نذهب ونأخذ هذا اللقاح. لا يوجد أي سبب لأن نأخذ هذه الخطورة على أنفسنا وعلى أحبائنا والناس الذين حولنا. طيب دكتور علي، اللي بيأخذ اللقاح بيوفر حماية لنفسه، ولكن هذا لا يعني أنه لا يحمل الفيروس ولا ينقله للآخرين، صح أم خطأ؟ صح إلى حد ما. بالنسبة للحملان الفيروس هنالك مشكلة، هي ليست مشكلة ولكنها ظاهرة. هذه الظاهرة أننا عندما نحصن في العضلة لا نعطي مناعة مكانية في داخل جهاز التنفس العلوي، وهو مكان دخول الفيروس. الفيروس يدخل إلى الأنف من الخارج ويتكاثر في الأنف ثم ينزل إلى الرئة، وبالتالي منع وجود هذا الفيروس في داخل الأنف شيء مهم. الآن بالنسبة للمناعة التي نأخذها، احنا حصلنا الناس ونظرنا إلى هؤلاء فقط فيما إذا كان الشخص الذي أخذ اللقاح قد أصيب بالمرض أم لم يصب بالمرض، لأن كان هنالك أمل بأن بعض هذه اللقاحات ستخفض كمية الفيروس في داخل الأنف. ولكن مثلا في أسترازينيكا نظروا إلى من أخذ اللقاح ومن لا يأخذ اللقاح، ونظروا إلى كمية الفيروس المتواجدة أو عدد الناس التي تحمل الفيروس، كان هنالك انخفاض فقط 27%، بمعنى أن حوالي 73% من الناس اللي أخذوا اللقاح كان عندهم الفيروس. إذن نحن نحمل هذا الفيروس لا نمرض، ولكن إذا كان مقابلنا شخص لم يأخذ اللقاح ممكن أن نصيبه بالفيروس الذي نحمله. السؤال الآخر الذي يعني يتساءل الكثير من الناس دكتور علي، فترة المناعة إذا أخذ الإنسان هذا اللقاح بالجرعة والجرعة الثانية، ما هي الفترة تقريبا التي يكون فيها محمي من الإصابة بالفيروس مرة أخرى؟
لا يوجد لدينا جواب نهائي بالنسبة لهذا الموضوع، لأننا كل شيء جديد، وأكثر الناس الذين حصلوا على هذه المناعة الآن لديهم حوالي 4 أشهر، وطبعا الشركات المختلفة ستتابع كمية النجاعة لفترة سنة، بمعنى أن هناك 6 أشهر في فترة السنة لنرى ما يحدث الآن. طبعا بعض اللقاحات أفضل من غيرها بأنها تعطي مثلا مناعة خلوية وتعطي مناعة ذاكرة مناعية جيدة. عندما تصاب بالفيروس المرة الثانية أنت تحفز هذه المناعة الذاتية أو المناعة الذاكرة المناعية، وبالتالي يمكن أن تحصل على المناعة مرة أخرى. هنالك أيضا إمكانية التحفيز. الآن هل نأخذ التحفيز بعد 6 أشهر أو بعد سنة؟ هذه الأمور ستقرر لاحقا بالنسبة لمتابعة المناعة، متابعة النجاعة. إذا انخفضت النجاعة أقل من نسبة معينة يكون هنالك حاجة لإعطاء الجرعة المحفزة. جيد، هذا بالنسبة للقاحات دكتور علي، قطعنا شوط كبير، هناك عدد من اللقاحات المتوفرة الآن في الأسواق، ماذا عن العلاجات الثيرابيوتكس؟ لماذا لم تمضي بنفس الزخم؟ على بالمناسبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصيب بالفيروس وذهب إلى المستشفى وتلقى رعاية معينة. دعنا نستمع إلى ما قاله الرئيس ترامب حول أحد العلاجات التي تلقاها خلال وجوده في المستشفى، ثم أعود لأسألك عن هذا الموضوع. لقد أعطوني ريجينيرون وكان أمرا لا يصدق. لقد شعرت بتحسن على الفور. لقد شعرت بالتحسن قبل 3 أيام تماما كما أشعر الآن. ما أريد أن أقوله هو أن لدينا ريجينيرون ولدينا عقار آخر تصنعه شركة إلي ليلي وغيرها. لقد أجزنا استخدامه، أنا أجزته. إذا كنت في المستشفى وتشعر بالمرض الشديد فسنعمل على إيصال الدواء إليك وستحصل عليه مجانا، خاصة إذا كنت من كبار السن. أنا أسميه علاجا. دكتور علي، ما رأيك؟ الرئيس ترامب يعني رجل في منتصف السبعينات، يعني وزنه زائد كما يقول الكثيرون، لا نعرف تحديدا شو وضعه الصحي، ولكن خرج من هذا المرض بعد أيام قليلة، يعني 4-5 أيام كان طالع من المستشفى ووضعه جيد. يتحدث عن هذا العلاج ريجينيرون، هل هذا علاج لمواجهة الكوفيد أم أنه أحد العلاجات التي تستخدم ضمن ربما كوكتيل معين من العلاجات الأخرى التي قد يتناولها المريض؟ نعم، بالنسبة لريجينيرون هذه هو كوكتيل من نسميه مونوكلونال انتيبادي، اللي هو الجسم أجسام مضادة وحيدة الخاصية، ذات خاصية واحدة، بمعنى أنها ترتبط في مكان معين على الفيروس وتستطيع إبطال فعالية الفيروس. إذا نتيجة لهذا التعريف أنت تستطيع أن يكون لديك فائدة من أخذ الريجينيرون فقط في حال وجود الفيروس. نحن نعرف أنه طريقة الحالة المرضية تصبح أن الفيروس يدخل إلى الأنف، يأتي إلى الرئتين، يبدأ بالرئتين، وبعدين تبدأ العاصفة السيتوكينية وأيضا الأعراض الهائلة. عندما تبدأ العاصفة السيتوكينية يكون كمية الفيروس قد قلت نسبيا بشكل هائل، ولذلك أخذ الريجينيرون يجب أن يكون في تلك المنطقة الزمنية أو الفترة الزمنية التي يكون لديك فيروس بكميات عالية. عندها إذا أعطيتها مثل ريجينيرون تستطيع الريجينيرون أن تبطل مفعول هذا الفيروس وتخفض كمية الفيروس الهائلة التي كانت موجودة، لأن الرئيس ترامب أخذ هذه الريجينيرون في المرحلة الأولى عندما كانت كمية الفيروس لسه موجودة بنسبة عالية في الرئتين، وبالتالي استطاع تخفيف حدة المرض وإبطال مفعول الفيروس وهو في الرئتين فقط قبل الدخول في المراحل المرضية الأخيرة. طيب دكتور علي، بدي أسألك عن السلالات والتحور وكل هذه الأمور. الكثير قيل عن هذه المسألة في الآونة الأخيرة، لأنه بدأت تظهر سلالة جديدة كما تعلم جيدا. أنت تقول أنه هذه السلالة، وكما يقول الكثير من الأطباء، بأنه يعني هي سريعة الانتشار ولكن ليست أكثر خطورة من الفيروس الأصلي. سؤالي هو يعني ما الذي حفز الفيروس؟ وكما نعلم الفيروسات تتغير وتتطور، ولكن ما الذي حفز هذا الفيروس تحديدا لكي يتحور في هذه المرحلة؟ هل بدء حملات التطعيم
كانت الحافز أو التريجر بالإنجليزية الذي دفع هذا الفيروس للتحور؟ لا، اللقاح والتطعيم ليس ضاغطا على الفيروس لكي يتغير. ما يضغط على الفيروس للتغير هو الأخطاء التي تحدث حين ينسخ الفيروس نفسه من ناحية الأحماض النووية. والمسألة الRNA الموجودة في داخل الكورونا مثلا أو في داخل بعض الفيروسات الأخرى هي أكثر قابلة للأخطاء. إذا كان هذا الخطأ جيد فهذا التنوع الجديد سينتشر بصورة أكبر. إذا كان هذا الخطأ خطأ مميت أو خطأ مضعف للفيروس، ذلك الفيروس سينتهي. إذن هو البقاء للأفضل، من يستطيع أن يرتبط أكثر، من يستطيع أن ينتشر أكثر. وبالتالي ما حدث هنا هو بعض الأغلاط في نسخ الحمض النووي، وهذا أدى في نهاية الأمر إلى أن هذا الفيروس يستطيع أن يرتبط إلى الخلايا بصورة سريعة جدا وبصورة كبيرة. الآن ما يحدث هنا أننا بأن يكون لديك هذه الإمكانية للارتباط، هناك عدد معين من الأجزاء يجب أن تصل إلى الخلية لكي ترتبط بالخلية وتصيب الخلية. لنفرض أن في الحالة العادية من السلالة القديمة أو الأولى كانت تحتاج إلى 1000 جزيء فيروس حتى تصاب بالمرض، إما أقل من 1000 لن تصاب. الآن إذا ما حدث الآن أن هذه التنوع الجديد تحتاج إلى فقط إلى 100 جزيء. إذا احتاج إلى 100 جزيء مقابل الألف، إذن من كان محصنا وغير قابل للإصابة بالألف بالأقل من الألف الآن أصبح يحتاج فقط إلى 100. إذن نسبة الارتباط ونجاعة الارتباط والانتشار ارتبطت بهذه الصفة الجديدة وهي صفة الارتباط الهائل مع الخلايا الحيوانية. طيب دكتور علي، مع كل هذه التقنيات الجديدة الآن وهذه الطرق الجديدة لتطوير اللقاحات، هل يمكن استخدام التكنولوجيا لحفز الفيروس على إنتاج سلالات أضعف في المستقبل؟ لا، سلالات أضعف معناها سينتهي الفيروس. إذا ما أضعفت الفيروس لن نستطيع الارتباط، لن نستطيع التكاثر، سيختفي هذا الفيروس بهذه الطريقة. الآن اللقاحات ستساعد، ولكن اللقاحات لن تعمل اختيار أو سيلكشن لفيروس معين عن الفيروسات الأخرى، لأن اللقاحات تعطيك خاصيات كثيرة من ناحية الأجسام المضادة ومن ناحية المناعة، وليس فقط منطقة واحدة. ولذلك لا يستطيع الفيروس الهروب بشكل سريع من هذه الخاصيات المختلفة للأجسام المضادة وللمناعة. إذن بين اللقاح والفيروس، اللقاح لا يشجع إيجاد سلالات أو تنوعات جديدة أخرى، لأن في هذه الحال سيكون لدينا فيروس جديد وسيختلف. إذن بالنسبة للقاحات هي ليست محفز. طيب، بينما المحفز الأساسي لتغير الفيروس هي شيء مرتبط في تكاثر الفيروس، في نسخ الفيروس، وعملية المزج ما بين مواد وراثية من فيروسات مختلفة لتعطينا فيروس جديد. دكتور علي، على الرغم من كل الأخبار الإيجابية، يعني يخرج علينا المسؤولون للأسف أحيانا في منظمة الصحة العالمية بأخبار ترعب الناس أحيانا. مدير الـ WHO تيدروس غيبريسوس مؤخرا قال بأن العالم سيواجه في العام الجديد تحديات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا. خلينا نسمع ما قاله الدكتور غيبريسوس. طيلة سنوات كانت هناك الكثير من التقارير والدراسات والتوصيات، وكلها تقول نفس الشيء: العالم ليس مستعدا لوباء. يجب علينا جميعا أن نتعلم من الدروس التي يلقننا إياها الوباء. يخبرنا التاريخ بأن هذه الجائحة لن تكون الجائحة الأخيرة، فالأوبئة هي من حقائق الحياة. في العام المقبل من المتوقع حدوث مشاكل، على سبيل المثال ظهور أنواع جديدة من كوفيد-19. دكتور علي، ما رأيك، سلالات جديدة أكثر خطورة في الفترة القريبة القادمة؟ أنا لا أعرف لماذا يعني يطرح موضوع من هذا النوع. يعني تطورات الفيروس هي عمليا شيء طويل الأمد، وليس وبالنسبة للكورونا بشكل خاص، الكورونا لا يحصل مزيج ما بين الكورونا المختلفة كما يحصل في الإنفلونزا. وبالتالي خروج أو وجود
نوع جديد من الكورونا من الكوفيد 19 لن يكون شيء سهل، لأن كل شيء ممكن ولكن لن يكون شيء سهل. الآن بالنسبة للأوبئة طبعا ممكن أن يحصل أوبئة جديدة، لأنه لدينا فيروسات، لدينا حياة من نوع معين واتصالات، العالم أصبح كمكان واحد هو فيه الحركة، إذن ممكن أن يحصل. ولكن لا يمكن أن نقول أنما أن في السنة في 2021 سيكون لدينا أنواع جديدة من الكوفيد 19. أعتقد هذا كثير يعني شوي مبالغ فيها، لأن ما يحصل له يمكن أنه يعني أراد أن يقول أننا في هذه الحالة، ونتيجة لأنه دخلنا على المرحلة الشتوية وعلى مرحلة الطقس البارد طيب. وهذا الانتشار وهذا التغير قد يحصل لدينا، أن لدينا في الأشهر الأولى سيكون هنالك قضايا هامة وكبيرة بالنسبة للإصابة بالفيروس، ولكن لا أعتقد أن يكون هناك تغيير أساسي طيب. كما ترجم دكتور علي. عندنا حوالي دقيقة ونصف متبقية. تعودنا على نمط جديد من الحياة، على سلوكيات جديدة مع هذا الوباء، الإغلاق، التباعد الاجتماعي، عدم الاختلاط. هل يجب علينا مواصلة هذا النمط على الأقل لعدة أشهر أخرى؟ نعم، لا 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 يوجد أي سبب أن نترك هذه الكمامات وهذه السلوكيات وهذه الاحتياطات، لأننا حتى ولو نظرنا إلى كمية الناس التي تأخذ اللقاح، هنالك أيضا نحن بحاجة لشهر كامل أو 6 أسابيع حتى تحصل على المناعة. إذا عندك شهر ونص حتى تحصل على المناعة، لأن إذا نظرنا اليوم إحنا بشهر 12 ما هو عدد الناس التي وصلت إليها اللقاح؟ لذلك هنا نحن ننظر إلى 2021 هي استمرارية لل 2020، ولكن هو يجب أن نتتبع قضية الاحتياطات هذه والإرشادات والنصائح، لأنه الفيروس ما زال ينتشر، الناس ليس جميع الناس ستحصل على اللقاح، ولذلك يجب التعامل مع هذا الفيروس على أنه موجود والخطورة موجودة، ولا يجب أن نتساهل في عملية الاحتياطات الصحية والتوصيات التي أخذنا بها لمدة سنة. لا يمكن أن نجلس وننتظر، يجب علينا مباشرة ذلك، لأنه انتشار الفيروس وارد، الفيروس ينتشر الآن، والسلالة ليست سلالة ولكن التنوع الجديد الذي حصل ولديه قدرة انتشار كبيرة جدا، هذا الآن وصل إلى تقريبا لكل دول العالم. إذن نحن في مجال وجود هذا فيروس وتنوع فيروس جديد، بحاجة لكي تكون هذه النصائح وهذه الإرشادات تستعمل وتتبع بشكل صارم جدا، حتى في المستقبل، حتى عند أولئك الذين حصلوا على اللقاح. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور علي فطوم خبير اللقاحات والمناعة والأستاذ في جامعة ميشيغان على وجودك معنا الليلة، وكل عام وأنت بخير. نهاية مواجهة لهذه الليلة، الأسبوع القادم مواجهة جديدة مع ضيف جديد. إلى اللقاء.